طبعا انا احلى رياضه اول رياضه كره القدم، بس شنو كنت امارسها في الابتدائي لين ما وصلوا السادس، صار واجد ارفع فاعتزلت انا، فخلاص من الخامس اعتزلت كره القدم بس اتابع. اول مره شريت فيها السياره كانت 2012 جديدة حمراء، بعدين 2006 طبعا لما يركز عبالها تمشي بروحها، بس الامور طيبة. اول مرة سافرت المدينة المنورة المملكة العربية السعودية، عمري 10 سنوات يعني 2001 2000 شيء كذي. انا كنت امثل في الديره بس رسميا دخلت مجال الفن 2015. اول دور مثلته في القريه، بعد كان دور خديجه بنيه عروس، وفي مافيا سكراب حرامي، يعني ما شاء الله السمعه حدها طيبه. كان نادي الاهلي 2005 2006، عالميا البرازيل مونديال 2002 والبرشلونة 2004 مع رونالدينيو. أول مرة صنف فيها ما أتذكر والله، لأن أول سنتين ما كنت مضبوط. ما أتذكر شنو بالضبط، بس أتوقع كنت أجمع للسيارة.